الفوضى تعم حزب المحافظين الحاكم، فوضى أشعلها الخطاب الأخير لرئيسة الوزراء الذي وصف هنا بالضعيف الأداء، فتجددت معه الدعوات إلى إقالة ماي من منصبها. الرئيس الأسبق لحزب المحافظين كشف المستور معلنا أنه يملك لائحة تضم 30 نائبا يساندون حملته المطالبة بإقالة تيريزا ماي من منصبها. We know how this ends if we don't do anything. We've seen this with John Major's government. We saw it with Gordon Brown's government. It will be no different with Theresa May's government. When things are going like this, you have to make a change, and that means a change of leadership. تيريزا ماي التي من المرجح أن تجري تعديلات وزارية على حكومتها بعد اجتماع المجلس الأوروبي المقرر عقده يومي 19 و20 من أكتوبر، ردت على محاولات الانقلاب بأنها تتمتع بدعم كامل من حكومتها وستواصل تقديم قيادة هادئة للبلاد. What I think is necessary for the country now, what the country needs, is calm leadership. That's exactly what I'm providing, and I'm providing that with the full support of my cabinet. وفي حال رفضت ماي التنحي، فإن على النواب المتمردين داخل حزبها الحصول على 48 توقيعا من نواب الحزب بحلول عيد الميلاد، وهي العتبة المطلوبة للتصويت على زعامة الحزب. As one conservative MP has told me, the game is all but up for the Prime Minister. Theresa May's speech in Manchester this week was absolutely shambolic. It was diabolical. And that speech encapsulates the dire situation that Theresa May is in. Everything is going wrong for her. She has lost the confidence and faith of many members of her own cabinet. وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون الذي حث زملائه في الحكومة على الالتفاف خلف تيريزا ماي وعلى توجيه الانتقادات إلى زعيم حزب العمال جيرمي كوربن قد يخسر وظيفته بحسب صحيفة الساندي تايمز، بعد أن لمحت ماي إلى أنها تريد الوزراء الأفضل في حكومتها. يظن الكثير من المراقبين أن رحيل تيريزا ماي من منصبها ومسألة وقت لا أكثر، لكن المخاوف في رأيهم هي في حرص قادة حزب المحافظين على عدم إجراء تغيير في رأس القيادة قد يستفيد منه سياسيا زعيم المعارضة جيرمي كوربن، فضلا عن تأثير ذلك على مفاوضات البريكزيت. مستسرور لندن، الميادين.